بركة الله الحجامة الناشفة، علاش؟ سرير المساج 3 كؤوس كافية بإذن الله. ممكن كنديرو أكثر ولكن لا داعي، لأن الحمد لله بوم زوين. هانتوما سالينا. بالنسبة اللي بغى يدير المساج وما عرفش، راه كاينين الكؤوس، أنا غنوريهم ليكم. كاينين الكؤوس هما هادو اللي ممكن اننا نستعملهم هنا، هادو كيتباعوا فرديين، اللي بغى يعالج نفسه براسه يعني الله يحسن العون، فهمتوني؟ هما من احسن النحاس. السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. اللي عنده بومزوي، اللي عنده مشاكل الخبط هنا، اللي عنده مشاكل الخبط يدخل ويعمل الطريقه اللي انا غنشرح لكم، لان بزاف تساؤلات. هذه راكم موسى، غنوريكم كيفاش. المهم انا خديت الطرف ديال الثوب كبير، نتوما غتاخذوا طرف فقط صغير، انا هنا للتصوير. ممكن اننا انا نقعد معكم. بزاف الكومونتيرات اختي عندي النبض الخلعه، انا غنشرح لكم كل شيء وغندير لكم الطريقه. الفيديو راه معاود اكثر من مره، ولكن راه هو اللي كاين، هو اللي متداول. يعني بزاف اللي كيجوا عندي شباب صغيورين مختلف الاعمار، مشاكل القولون، ولكن راه ماشي القولون اللي كيمرضنا، حنا اللي كنمرضوا. ونخليكم معايا ان شاء الله، ما تمشوا فين، حنا غنمشي معكم خطوه بخطوه ان شاء الله. عندنا قطعه ديال الثوب هنا، راه اللون ديالو، علاش حنت كنديرو مع الزيت ومع الخدمه، راه واخا كيتصبن كيبقى، ممكن تبدلوه. انا هنا فقط هذا للتصوير، اما الا بغيت نخدم راه كل كناخذ كل واحد الطرف ديالو، ولكن المهم غتبعوا معايا ان شاء الله ويكون خير. هانتوما عندنا الملحه، الملحه الخشنه، غناخذوا كموسه بحال الطريقه. ممكن نديروا الملحه اللي قداتنا، نديروا القياس اللي قدرنا عليه، وغناخذوا بحال هكا وغنديروا ليه هكا ونجمعوها سهله. علاش؟ باش ملي نسالو نصبنو هاد علاش كيعجبني انا هاد الثوب. هانتوما شتو هذا الثوب ديال الفولار ديال الشعر، زيف حياتي، ساهل وعملي ودغيا تيخرج في الصابون. هانتوما هذه الملحه غنسخنها من قبل، سمحوا لي ما وريتكمش الفيديو قبل، غنسخنوها شويه على نار فقط الملح. اللي ما عندوش الملح ممكن يدير الرمله، شي حاجه اللي تشد لينا السخونه. علاش؟ انا غنشرح لكم. ملي غناخذوا اما ملح او رمل، انا درت الملح، غير كاين اللي غيقول لي ما عنديش الوقيته باش نجيب الملحه، غتاخذ الرمله. ما عندكش الرمله خذ الملح، ما عندك حتى شي حاجه ومزروب غنخدموا يدينا. ملي كنحط يدي وكنحس بشي حاجه كديرها، راك راه ماشي القلب، القلب كاين هنا، هذاك الخباط العرق، تيجي من عصب، تيجي من سوء التغذيه، تيجي من التوكال. الناس اللي كتعصب كتكون مقلقه وكتاخذ شي وجبه اللي سريعه، ردوا البال. الناس ديال القولون الله يرحم الوالدين، ما تاكلوش تتشبعوا وما تجوعوش، راه كاين اللي كيتشافى منه صافي تيقول لك راني بخير وعلى على خير، تيبدا كيتاني خربق في الاكل، ترجع تاني لا نمشي بشوي بشوي، الاكل راه ما غيساليش، حنا عمرنا ما كنشبعوا، ديما كناكلو القد اللي غينفعنا، وراه غنعاود تاني نجوعوا باش نكونوا متفقين، ماشي دائما ناكلو ناكلو. على بركة الله غناخد زيت، اي زيت، نخدمو مساج عادي على بركة الله، ونزيد حتى يديا بحال ما هكا. ونبدا، انا درت هنا في السرة وغندير في يدي. انا هنا زيت ما فكندير معكم زيت الاعشاب سالة، غنحضرو بسم الله على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انتوما مساج هذا غيعاونكم
ودائما نحط يدي، لقيت شي حاجه كتخبط هنا راه داك هو بومزوي. حيت بزاف الناس يجوا عندي يقولك بومزوي، هو ما عندهمش بومزوي، تلقى عندهم الخلعه. تنحط يدي هنا تلقى شي حاجه قاصحه، ولا كي تنحط يدي تيغوط الشخص. بحال هنا الباصه عندي هنا شويه قاصحه هنا فم المعده، اشنو غنديرو؟ غنديرو مساج. هاد المساج كيريحهم بجوج الصراحه. والطريقه اللي كنخدم لكم دائما هنا راه فن الصراحه، ماشي زعما كنشكر راسي، لا صوروا الناس اللي فعلا لقاو عليها راحه. هادي كنخدمها كتريح لينا القولون وكتريح لينا حتى فم المعده. دابا غنشارك معكم المساج اللي كلشي تيسول عليه، اللي كيشوف هاد الفيديو راجل ولا امراه، وليد صغير ولا بنيه، هانتوما المساج. واحد يعملها لواحد، الام تعملها، هانتوما اللي عنده الاسهال. ها دابا حنا كنديروا القبض. هاد المساج نبقى نعملو مع الحجامه الجافه، عزكم الله. غتشوفوا شنو غتخرجوا من المصران ديالكم، عزكم الله. كنعملوا الدوره الدمويه، تندوزوا الهواء، الدم تيدور المصران حتى هو كيسخن، وكتدور فيه الدوره الدمويه تيخرج الفضلات. هاد المساج يعاونكم انتم. وانا كنديرها مره نشوف الشخص، الى حطيت يدي وغوت كنعرف عنده مشاكل فين كاين الالم. كاين اللي ما تيكونش عنده القولون تيكون عنده غازات، فهمتوني اخوتي. ونعاود تاني لنشف ليا تاني الزيت، ممكن زيت الزيتون دابا راه غلا، المهم غير ردوا البال وصافي. ناخذ زيت الزيتون ونسمو باي اعشاب ونمشيو على بركه الله. حنا غاديين حنا غاديين، ومره مره نديرها بسم الله انت الشافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللي عمل يدو بنيه الشفاء راه كيجيب لي الله التيسير. ونمشيو هنايا وكنعمل واحد شوي. وكاين بعض الناس تيجيو عندي ما تلقى عندهم لا خلعه لا بومزوي، كنلقى عندهم ضليعات مغوصين. مني الضليعه تيغوصوا ما تيبقاش الشخص يحس بتاتا بالشبعه، تيقول ديما انا مزموت. اشنو غديروا؟ اللي جا عندي راه تندير لي الطريقه، ها تنديرها وكنديرها، كندير غير بشوي باش ما نالمش الشخص. ولكن الصباح تنقول ليه شد في الباب وتجبد، اي تعلق قبل ما تفطر. وليداتكم صغار، اي واحد ما عدا الحامله لا، اي واحد يعملها باش الضلوع يتجبدوا، العمود الفقري كيتقاد، وكتفتح لكم الشهيه مع المده، كتبقى رياضه. ردوا على بركه الله. حيت الدلاعات اخوتي الا كانوا مغوصين الحجم المعده كيبقى صغير، ما تتحش بالجوع. اللي كليتيها هي هذيك، كتبغي تزيد شي حاجه ما تقدرش، شربتي الماء كتزمت وكتقول راه عندي بومزوي. لا انا غنشرح لكم دابا واحد الصوره. على بركه الله حنا خدامين، حنا خدامين، وكنشوف الا كانت شي حاجه قاصحه كنمشي معاها بالشويه. دابا غنديروا الحجامه الناشفه ونشرح لكم هذه. ها عندي الملحه، مني غنسالي المساج عندي الملحه سخونه، وانا كنكمد بحال هكا. ممكن نديروا كميه الملحه اللي تناسبنا، قبل قلنا غنريحوا القولون. غنديروا المساج، نسخنوا الملحه نديروها في الكموسه. وهاد العمليه كتبغي الصباح بكري قبل الفطور، ممكن تعملها اي واحد في دارك. ما عدا الحجامه راه خصكم معالج. انا كندوي على الناس اللي بغات تريح، مثلا جاوا لعندي وبغاو يبقاو يتبعوا المساج، مرحبا تعملها لوليدك. الوليدات الصغار دغيا كيمشي ليهم بومزوي، دغيا كيتقطع حيت مازال صغير. نعمل هكا ونعمل هكا، هاكي الالم هنا هنا في المعده كاينه الزمت هنا. هنا دابا غنديرو هنا غنخدمو هنا ان شاء الله. يعني ما كاينش هنا بومزوي، كاين الالم. كاين اللي كيكون عنده هنا الالم. نهار الاول كنعملو مساج، نهار الثاني كنعملو مساج، نهار الثالث الحصه كنديرو حجامه، حجامه وكنحجمو. راه فتو شفتو الفيديو سابقا على الزوج ديالي، كنعملو حجامه هنا. فواحد الفيديو عملت كنت ذكرت بالخطا، قلت لكم ال 3 ال 4 استسمح ال 4، هذه مسؤوله على الجهاز الهضمي، وكاين حتى مشط القدم او اعلى القدم. كنعمل واحد التدليك خفيف، ممكن انني نسوس الملحه ونصب الملحه الطرمه، انني نصب هذا تيدو جافي الشميسه راه كيبقى، بغيتو تبدلوه لكم الاختيار. كنبقى انا بحال هكا،
الى اضطر الامر كناخذ واحد المقلاة اللي كتكون ثقيله باش ما تحرق ليناش، تشد لينا السخونه وكنبقاو نكملوا بحال هكا. ولكن المهم، المهمه الثانيه فين؟ ماشي هو المساج، هو اشنو غناكل من ورا المساج. اشنو غناكل من ورا المساج؟ الله يسهل عليكم. ماشي غنعمل هاد التدليك ونريح القولون ونمشي ناخد المسمن في الصباح، بتيبان، خبز الشوكولا، العسل، لا لا لا، هادشي كله ما خدامش. حسوة، خاصني شي حاجة اللي تعاوني الهضم. حسوة، خبز الشعير، زيت الزيتون، بريه تاع اتاي منسم باعشاب. دابا راه داخله اعشاب، كاين عطرشه، كاين فليو، كاين مرد الدوش، كاين السالميه اللي فوائدهم كثيره، قبطه قبطه يبقاو عندي في الثلاجه، انا عندي كلهم طريين. الزعتر، مره الزعفران شعره، ونشرب اسبوع ديال الاعشاب ونريح اسبوع، ماشي نشدها نيشان، كل مره وشويه باش الجسم ديالي يستافد من اي حاجه دخلناه. اعشاب راه مهمه، فهمتوني؟ من ورا هذا المساج المهمه هي انني اشنو ناكل في الغداء، ناكل خضار مسلوقه او مبخره، ما ناخذش شي حاجه ثقيله، كسكسو، الرفيسه، الحريره في المساء، لا، بالليل تاني ناخذ حساء ولا شوربه، شوربه خضار اللي تنفعكم اخوتي، فهمتوني؟ راه هذا هو المصيبه الكحله، هو انني عملت واحد المساج غنمشي للدار ناكل وغنرجع عند اختي نعيمه نقول لها حاجه، ما خصوصا داك البنان راه ثقيل على الهضم، شي في حق باربا. بالنسبه اللي بغى ينظف لي القولون تتسولوني، وصفه واعره هاد المساج اخوتي اللي غنعملو مع تفاحه وباربا قبل النوم بنصف ساعه، 3 ايام على حسب كل واحد، كاين اللي عنده القبط المزمن 3 ايام، كاين اللي عنده الكريشه شويه شويه، يوم او يومان راه كنتخلصوا من الفضلات. امتى نعاونها؟ نعاودها حتى لاخر الشهر، فهمتوني؟ المهم دابا خليكم مع الحجامه الناشفه ان شاء الله. بركة الله الحجامة الناشفة، علاش؟ سالينا المساج، 3 كؤوس كافية بإذن الله، ممكن كنديرو أكثر ولكن لا داعي، لأن الحمد لله بوم زوين، هانتوما سالينا. بالنسبة اللي بغا يدير المساج وما عرفش، راه كاينين الكؤوس، أنا غنوريهم ليكم. كاينين الكؤوس، هما هادو اللي ممكن اننا نستعملهم هنا، هادو كيتباعوا فرديين، اللي بغى يعالج نفسه براسو يعني الله يحسن العون، فهمتوني؟ هما من احسن النحاس. ملي كنهز الكاس وكتبان ليا هنا الحمر، يعني خلات ليا الاماره انا حمر، كنعرف ان الدوره الدمويه مزيانه، وحتى داك الشخص راه ما عندوش فقر الدم. كاين سبحان الله العظيم اللي كنهز بحال هكا تلقى هادشي بيض، كنعرف عنده فقر الدم، خصو يمشي يدير التحاليل ويتاكد قبل ما نديرو ليه الحجامه. كنبقاو نكرروا العمليه عده مرات حتى كنريحو مع المساج، علاش؟ باش هذيك الوضوع عزكم الله الفضلات القديمه اللي عندنا في الجسم كتخلص. هانتو دابا نخدم غير بيد وحده غير فقط للشرح، وانا كنتحسس وكنحس بهنا واش تلقى ليا الكريشه ولا لا. ديك المره شاركت معكم الموكسه، فهمتوني اخوتي؟ دابا انا المساج اللي كنخدمو هو اللي كنشاركو معكم. بسم الله بسم الله بسم الله. كنبقاو خدامين حتى كي الشخص كيتنفس، مني كينوض الشخص اللي كنسالي منه كيبدا يتقرع، كنعرف ان الحمد لله بدات الاستجابه، يعني الجسم بدا في الاول كي كيحس براسو كيتزمت. سمعتوني اخوتي؟ المساج ساهل ولكن الاكل هذا هو بوم زوي اللي خدمنا اليوم. دابا ان شاء الله غنديروا حجامه هنا، لقينا الامعاء امراض لينا من هنا، لقينا بومزوي غنخدمو حجامه هنا. دابا عندنا خلعه غنخدمو هنا وغنخدمو هنا، ندير واحد المساج هنايا
وليداتكم الصغار في الصباح ما تيقدوش ياكلوا، تيفيقوا كيبكيو في الوجع. هاد المساج ونمصينا ونعطيه الكامون مطحون، وما نطحنوش الكميه كثيره، نطحنوا اللي غيقدنا. هو انا خصني نجي بحال هكا ولكن فقط للشرح، شتو نطحن اللي غيقدني ونعطي الوليد ديالي راس المعلقه مع الماء ويشربوا من ورا العمليه، وتجنبوا الاكل عرضوا البال. الماكله اخوتي هي الاساس. عافانا وعافاكم الله اخوتي، باش ما تمنيتو. مع السلامه. انتم اخوتي الخاتمه، مني سالينا عملنا حجامه دمويه في النهايه، سالينا الامر يعني راه باينه. انتم اخوتي سهل التشريط، الحمد لله خفيف. فم المعده غنزيدو وحيده هنا صافي وانتهى الامر. يعني دابا شنو بقى؟ بقى الاكل من وراء العمليه، يعني غنقول شنو تاكلو شنو ما تاكليش، والباقي عليها هي.